هذا وأكد عدد من نواب المجلس أهمية المناقشات التي تمت اليوم بشأن تطوير منظومة الدعم وقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم. النقطة فكرة الدعم العيني دي تقريبا يعني الاستبداله بالنقدي ده كان يعني النقاط اللي اتكلم فيها ان احنا بندي الدعم لمستحقيه بشكل يعني يديك في شكل نقدي بفلوس فهو يعني بيدي ان احنا في عدد كبير جدا اتضح ان هو غير مستفيد من الدعم. دي نقطة. النقطة الثانية ان نهار ما اديله دعم نقدي بيكون هو يعرف الحالة اللي هو محتاجها ايه بالظبط، ده رقم واحد، يعرف يوجه الحاجة بتاعته ازاي. ثانيا بيكون فلترة مستحقي الدعم، لان الدعم في عدد كبير جدا جدا في القاعدة اللي هي بيستفيد بيها غير يعني ليس بحاجة لهذا الدعم. ده قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار والبحث والابتكار. هذا المجلس هو احد مخرجات الحوار الوطني ومخرج هام، كان مطالب سياسيه كلها بتطالب بهذا المجلس. المجلس ده بيضع سياسه عامه واستراتيجيه وخطه عامه للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي حتى في نظم التدريب، بيربط التعليم باحتياجات العمل وسوق العمل. اعتقد ان هذا القانون هام جدا لكل مواطن مصري في عنصر المقبولية والإتاحة في نظام التعليم سواء الفني أو ما قبل الجامعي أو الجامعي.